السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، اليوم في هذه السلسلة التعرف على الله سبحانه وتعالى مع اسم من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الله السلام. وفي الحقيقة اسم الله السلام يعني له معنى مقارب لاسم الله عز وجل القدوس، لكن فصلنا بينهم لوجود بعض المعاني المتعلقة بكل اسم منهم. اسم الله السلام ورد في القرآن في مرة واحدة في مكان واحد، في قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، في آية سورة الحشر. الملك القدوس السلام، فاسم الله عز وجل السلام. وأما في السنة فقد ورد في أحاديث كثيرة، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء عقب الصلاة: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومنها حديث في حديث لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يعني أقرئ خديجة من ربها السلام، فقالت خديجة عليه السلام، قالت: إن الله هو السلام على جبريل السلام. وكذلك ورد في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما من حيث المعنى فاسم الله السلام يتضمن معنيين أساسيين. المعنى الأول هو السلامة والبراءة من الآفات والنقائص والعيوب، يعني منزه عز وجل عن أن يوصف بالنقائص والعيوب. وهذا معنى قريب من اسم الله عز وجل القدوس والسبوح، لكن هنا المعنى الأخص به هو كونه عز وجل متصف بكل كمال، فالسلام والمتصف بكل كمال في أسمائه وفي صفاته تبارك وتعالى. والمعنى الآخر من معنى اسم الله عز وجل السلام، أي أنه مصدر السلام والأمن، مصدر السلام والأمن، وكلا المعنيين حق لله تبارك وتعالى. فكون الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعن كل عيب، هذا الكمال ذاته وكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى، فلا نقص فيه بوجه من الوجوه سبحانه وتعالى. وهذا المعنى معنى ظاهر جدا يعني في تعرفنا على الله سبحانه وتعالى. وذلك اسم الله السلام والقدوس يعني من الأسماء الجامعة، الأسماء الجامعة لكونها تتضمن الكمال في كل شيء. يعني اسم الله السلام يتضمن الكمال في كل شيء، الكمال في كل شيء، الكمال في كل الأسماء، الكمال في كل الصفات. وهذا المعنى تكلم عنه ابن القيم رحمه الله كلام طويل نفيس رائع رحمه الله، بيقول فيه: ولذلك إذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كمالها. يعني إذا نظرت في كل صفة من صفات الله، كل اسم من أسماء الله، وجدت أنه سلاما مما يضاد كماله. يعني إيه؟ يعني خالي مما يضاد كماله. يعني كل اسم من أسماء الله، ما هو وجه النقص الذي ممكن أن يكون فيه؟ الله عز وجل منزه عن أن يكون في صفة من صفاته هذه النقائص وهذه العيوب. والمعنى ده معنى عظيم جدا جدا، يعني كلما زدت معرفة بالله سبحانه وتعالى من هذا المعنى، كلما يعني عظم ربك عز وجل في صدرك وفي قلبك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فما قدر الله حق قدره من ضمن يعني أسباب ذلك عدم التعرف على الله عز وجل على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فابن القيم رحمه الله بعد ما ذكر المعنى العام ده اللي هو قال هو إفراد، فإذا نظرت إلى أفراد صفات كماله وجدت كل صفة سلاما مما يضاد كماله، ده معنى عام. هيبدأ يذكر ابن القيم رحمه الله بعض صفات الله سبحانه وتعالى ويذكر كيف هي سالمة من كل نقص ومن كل عيب، وإحنا لن نذكرها كلها لكن سنختار بعض هذه الصفات سنذكرها. قال: فحياته، حياة الله سبحانه وتعالى، سلام من الموت ومن السنة ومن النوم. حياة الله عز وجل حياة المخلوق بيعتريها النقص، إن هو ممكن
ينام، والنوم ده الموتة الصغرى، ممكن يمرض، ممكن يموت. حياة الله عز وجل كاملة، سلام سلام من كل نقص، من الموت ومن السنة ومن النوم. يقول: وكذلك قيوميته، قيوميته وقدرته سلام من التعب واللغوب. يعني ليست قدرة الله كقدرة المخلوق لها حد، لا، قدرة الله عز وجل قدرة شاملة كاملة لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. قال: وعلمه سلام عن عزوب شيء عنه أو عروض نسيان أو حاجة إلى تذكر وتفكر. يعني علم الله عز وجل، لما نيجي ننظر لعلم المخلوق ما هو وجه النقص فيه؟ أولا ممكن يعزب عنه بعض الأشياء، يغيب عنه بعض الأشياء من العلوم. الأمر الثاني أنه طبعا يغيب عنه بعض الأشياء، المقصود يغيب عنه أغلب الأشياء. المعنى الثاني أنه قد يكون عنده بعض العلم ثم إذا به ينسى جزء من هذا العلم، فيحتاج إلى من يفكره ويذكره. أما ربنا سبحانه وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى ده أمر خاص بالله سبحانه وتعالى. وكذلك يعني من أسماء الله سبحانه وتعالى إرادة الله، هذه صفة من صفات الله. إرادة الله عز وجل سلام من خروجها عن الحكمة والمصلحة، يعني هذه صفة من صفات الله. هذه الصفة في إرادة للمخلوق وإرادة لله عز وجل. فإرادة الله سلام من أن تخرج عن الحكمة والمصلحة، بمعنى أن المخلوق ممكن إرادته يريد شيء لا يكون فيه مصلحة نفسه. أما إرادة الله عز وجل فلا بد لها من حكمة، والله عز وجل إذا أراد أمرا فإنما يكون لحكمة منه سبحانه وتعالى. وكذلك في غنى الله سبحانه وتعالى، يقول: فغنى، وهو عز وجل يعني في غناه سلام عن الفقر وعن الحاجة وعن المعين والظهير. فغنى الله عز وجل سلام عن كل نقص ممكن يتعرض أغنياء الدنيا. أغنياء الدنيا عشان يدير ماله يحتاج من يعينه، الله عز وجل لا معين له ولا ظهير، لا حاجة به إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى. يقول: وحلمه وعفوه وصفحه ومغفرته وتجاوزه. الأشياء دي المخلوق لما بيعملها بيعملها ليه؟ إن يكون عنده الحلم والعفو والصفح والمغفرة. يعني الله عز وجل أمر المؤمنين في المرحلة المكية بالحلم والعفو والصفح والكف. ليه؟ لأنهم كانوا ضعفاء لا يستطيع أن يردوا على المشركين، فأمرهم الله عز وجل بالحلم والكف والعفو والصفح. طيب، هل هذا المعنى يمكن أن يكون مع الله سبحانه وتعالى؟ لا، تعالى الله عن ذلك. يبقى حلمه وعفوه وصفحه ومغفرته سلام من أن تكون عن حاجة أو ذل أو مصانعة كما يكون من غيره. يعني الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك لكونه ضعيف أو لكونه يعني لا يستطيع أن يرد عليهم، بل هو عز وجل قادر على كل شيء، وإنما يفعل ذلك مع كمال غناه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. والعكس، فالإحسان والجود والكرم أيضا من الله عز وجل، ليس لحاجته إلى الناس، ليس لحاجته إلى الناس، بل هو محض فضل منه سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك عذاب الله وانتقامه وبطشه وسرعة عقابه، هذا ليس ظلما، هذا سلام عن الظلم، سلام عن التشفي والغلظة والقسوة، وإنما هو عدل منه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل سلام في كل شيء، سلام في قضائه. فقضاء الله عز وجل غير قضاء الخلق. أولا قضاء الله عز وجل منزه عن الظلم، قضاء الله عز وجل منزه عن العبث والجور، وقضاء الله سبحانه وتعالى لحكم منه عز وجل. وكذلك في سائر أسمائه وصفاته. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني أنت تحمد الله. ليه؟ لكمال أسماء وصفاته. تحمد الله سبحانه وتعالى لأنه عز وجل المنزه عن كل شيء. الحمد، حمد الله سبحانه وتعالى، بيكون لكمال أسماء وصفاته. تحمده لأنه القدير وحده، لأنه الخالق وحده، لأنه الرازق وحده، لأنه مدبر وحده. تحمده لأنه الأحد الفرد الصمد. يعني أنت لما تيجي تدعو الله
لا تدعو معه أحدا. لما تيجي تسأل الله تسأله عز وجل وحده، فتحمده لأجل ذلك، تحمده أنه ليس له صاحبة ولا ولد، وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لكونه نعبده وحده سبحانه وتعالى. الله عز وجل أعز الإنسان بأنه لا يتعبد إلا إليه عز وجل وحده، ولم يكن له ولي من الذل، سبحان الله. فهذا كله يستوجب حمد الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر ابن القيم رحمه الله من هذه المعاني العظيمة في بيان معنى اسم الله سبحانه وتعالى السلام وما يتضمن في ذلك. أيضا من دلائل اسم الله عز وجل السلام، من معاني اسم الله سبحانه وتعالى السلام، احنا قلنا هو الذي سلم من النقائص والعيوب، وكذلك هو المسلم على عباده عز وجل. يعني الله عز وجل ذو السلام، أي الذي يسلم على عباده، والذي يسلم عباده من ظلمه، والذي يسلم عباده من ظلمه، المسلم على عباده كما قال عز وجل في القرآن الكريم: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله عز وجل يسلم على عباده وأوليائه، قال عز وجل: سلام على نوح في العالمين، وقال عز وجل: سلام على إبراهيم، وقال تبارك وتعالى: سلام على موسى وهارون، وقال عز وجل: سلام على الياسين، وغير ذلك. وايضا فاذا دخل الناس الجنه كانوا كلهم اهل لسلام الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل: تحيتهم يوم يلقونه سلام، واعد لهم اجرا كريما. وقال عز وجل: خالدين فيها باذن ربهم، تحيتهم فيها سلام. وقال عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. والمعنى المقصود أن أهل الإيمان هم أهل سلام الله سبحانه وتعالى. ومن معاني اسم الله السلام كما ذكرنا الذي سلم الخلق من ظلمه، وده يعني أشرنا إليه لما تكلمنا على سلامته عز وجل من النقائص ومن العيوب. ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الجنة دار السلام. الجنة سماها الله جل دار السلام، لأنها ليس فيها أي نوع من النقص، لا بالنسبة لما فيها من خير، طبعا إلا لكونها مخلوقة، يعني ليس فيها نقص فيما يتعلق بالمخلوق، يعني ليس فيها موت، ليس فيها أسقاط، ليس فيها أحزان، ليس فيها آلام، ليس فيها هموم. كل ما فيه الإنسان في الدنيا، فإذا نظر إلى سلامة الجنة من هذه النقائص والعيوب، يعني حمد الله سبحانه وتعالى. وذا قال الله جل في وصفها: لهم دار السلام عند ربهم. وقال عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو إلى دار السلام. والمعنى المقصود إن إحنا إذا تعرفنا إلى سلامة هذا الذي خلقه الله عز وجل وهو الجنة، فالمؤمن يطمئن. إذا أصابه شيء في الدنيا، فقر ولا جوع ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، هؤلاء الصابرون هم الذين لهم دار السلام عند ربهم، هم الذين لهم الجنة. والجنة ليس فيها نقص بالنسبة للمخلوق، والجنة كلها خير، ليس فيها حزن ولا ألم ولا هم ولا حزن ولا شيء من هذه الأشياء، وإنما هي نعيم مستمر وفضل من الله عز وجل لا ينتهي، والله المستعان. طيب، من ضمن الأشياء المتعلقة بهذا الاسم أننا لا نقول السلام على الله، أننا لا نقول السلام على الله، كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني بشر خديجة أو أقرأ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، فقالت خديجة رضي الله عنها: يعني إن الله هو السلام على جبريل السلام. فلا يقال السلام على الله، إنما يقال السلام على المخلوق. يعني أنت في الصلاة إذا انتهيت من صلاتك قلت: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وكذلك تحية المؤمنين يعني في الدنيا وتحية الأنبياء كذلك: السلام عليكم ورحمة الله. وقد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. أفشوا السلام اللي هو تحية الإسلام السلام، وكذلك أفش السلام أي مسالمة الناس، مسالمة الناس المؤمن من سري المسلمون من لسانه ويده. طيب، كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم العظيم؟ كيف نتعبد لله عز وجل بهذا الاسم العظيم، اسم الله السلام؟
هذا له يعني طرق كثيرة للتعبد لله عز وجل. نذكر بعضها، منها مثلا تنزيه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، وهذا من يعني سلامة اعتقاد المسلم في ربه. لما تنظر مثلا للإنجيل الموجود أو التوراة الموجودة، هتجد أنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بكل نقص وبكل عيب. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وغير ذلك من المعاني الموجودة عندهم في كتبهم. فهم يصفون الله بالنقص. تمام، عبودية لله أن تعتقد في ربك عز وجل الكمال المطلق. ومن ذلك أيضا أنك تبتعد عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنك تعتقد أن الله منزه عن ذلك، كما قال الله جل في وصف المنافقين، قال يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. وقال عز وجل، قال سبحانه وتعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. والمعنى المقصود أن هؤلاء يعني يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يظنون بالله ظن السوء، والمؤمن ينزه ربه عز وجل عن ذلك. كذلك من آثار الإيمان باسمه سبحانه وتعالى السلام، اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي الأمن والسلام لمن يشاء عز وجل. ولذلك المؤمن إذا أراد أن يعيش في سلام، سواء سلام داخلي أو أمن داخلي، وكذلك سلام وأمن في الآخرة، فليس عليه إلا أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك من آثار التعبد لله عز وجل باسمه السلام، سعي المسلم إلى إشاعة ونشر السلام بين الناس، وإفشاء السلام كما مر معنا في الحديث، أفشوا السلام بينكم، وكف الشر والأذى عن الناس، وهذا من السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يبقى الإنسان المسلم يسعى لنشر السلام بين الناس وكف أذاه عن الناس، فالناس تسالمه، الناس تحبه، كما كان حال نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. كذلك من آثار هذا الإيمان باسم الله عز وجل السلام، أن المؤمن يسأل الله عز وجل السلامة في دينه، يسأل الله عز وجل السلامة في دينه من الشبهات ومن الشهوات ومن البدع والمحدثات. فأنت تريد كمال دينك، لأن دينك من عند الله الذي هو السلام سبحانه وتعالى، فأنت تسأل الله سبحانه وتعالى كمال الدين وكمال العقيدة، وتسأل الله عز وجل البعد عن البدع وعن المحدثات وعن المعاصي والذنوب.